التقى مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت تميم بعباد بالمدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون بالمكلا الشاب محمد الخامر، وتناول اللقاء وجه العمل المشترك بين الجانبين فيما يخدم العملية التربوية والتعليمية من خلال تسليط الضوء على برامج شبابية تعليمية. وأكد المدير بعباد على أهمية دور الشباب في المرحلة الراهنة في عملية البناء والتنمية للوطن، مشيرا حرص المكتب على تقديم برامج نوعية تسهم في خلق الوعي وغرس قيم العمل التطوعي بين الطلاب والطالبات.